الجزء الثاني من How to Post on Instagram حنحكي عنه اليوم. مثل ما حكينا بالجزء الأول حكينا عن الأساسات قبل ما نروح نتصور أي صورة. بدنا نكون جاهزين، بدنا نتمرن مزبوط، بدنا نلقط نحنا كيف الأنجل تبعنا الصح، الضوء، نعرف عن الضوء أكثر. المهم هاي التفاصيل كلها موجودة بالفيديو الأول، إن شاء الله تكونوا حضرتوه. إذا ما حضرتوه هتلاقوا اللينك تحت بالدسكريبشن. على كل الأحوال اليوم 5 بوزز حأعطيكم إياها سهلة جدا لتطبقوها وتطبقوا مع النقاط اللي حكيتها بالجزء الأول. طيب قبل ما كفي وقبل ما أحكي عن البوزز وقبل ما أقلكم شو هني، بليز إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة، اضغطوا على زر اللايك إذا عجبكم الفيديو طبعا، وما تنسوا تضغطوا على زر الجرس لحتى يصلكم نوتيفيكيشن كل ما ننزل أي شيء جديد. ما ننزل فيديوين بالجمعة، عادة فتنس وأشياء تانية بناء على طلباتكم. خلونا هلأ نبلش بالبوزز. يلا البوز الأول، أول شيء بدي اياكم تنتبهوا له هو الوقفة تبعيتكم. سو حنكون نحن واقفين، بدي اياكم تفتحوا اجرايكم، ما تكونوا مسكرينهم كل الوقت، افتحوا اجرايكم تعطيكم هيك سايز احلى بالصورة، ماسكلين اكثر بتبين. سو بتفتح الاجرين هون، ساعتها مثل ما بدك فيك تعمل، فيك تحط ايديك بهيدي الطريقة، شد اذا عندك هون مسلز شدهم. أو فيك تحط إيديك بجيبك بهيدي الطريقة. لاحظ عطول عم بفتح إجريي، أوكي، مع برمي، مع موفمنت. أنت واللي عم بصورك عطول موفينج. برجع بسكر، برجع بعمل هيك. عدة بوزز فيك تسويها انت واقف، تطلع الصورة ولا احلى من هيك. هلا اذا بدك نصيحة هيك، قل له للي عم بصورك ياخدك من فوق وياخدك من تحت كمان، وشوف انت اللي بناسبك. هيدا المفروض تكون عرفته من الجزء الاول. على الارجح الصورة عادة من تحت شوي بتطلع كمان احلى، بتطولك اكتر، بتبين اكتر طويل بالصور. خليني احكي هلا عن تاني بوز. البوز التاني سهل، بديكم انتوا واقفين بعدكم بنفس الوقفة عم تتصوروا صور ورا بعض. هلا هيدي الصور حتساعدكم اكثر بالبورتريت هيك، لانه حتكون قريبه نوعا ما. بديكم مثلا تتكتفوا، اعطيني هيدا اللوك، بروم شمال، بروم يمين، بروم جنبي شوي. وهيدي هي البوز الثالث. بديكم تلاقوا حفه مثل هيدي هلا اللي قاعد عليها انا، تقعدوا عليها. هون اللي حتعملوه هلا بهيدا الوقت، بدي تفتحوا اجريكم بهيدي الطريقه، بتنزلوا شوي، بتميلوا شوي على ميله وبتاخذوا الصوره. فينا نرفع اجر، نعلي اجر لفوق، نخلي اجر تحت، كمان ناخذ الصوره وميلوا على ميله. اذا بدك فيك تكون هيك شوي حاني لقدام على الاجر اللي طويها وتاخذ الصوره. فيك كمان تتكتف بهيدي الطريقة مثل ما تكتفنا قبل شوي مع فتحة الإجرين، ما تنسى فتحة الإجرين. ما تيجي تعمل لي ما حدا يتصور بهيدي الطريقة. نفتح الإجرين نتصور، وهيدا البوز الثالث. غيرت الكنزة بس لحتى نعمل هيك صور تانية مختلفة. anyway منكفي بالبوزز. البوز اللي عندي إياه هلأ، بدي إياكم تلاقوا درج عندكم جنب البيت او بشي حديقه وين ما كان. لقوا درج هيك طويل وين ما كان يكون، وقعدوا على الدرج وعطوها different movements مثل العاده، حركات مختلفه وعطول تحركوا. بنفتح الاجرين، بنحط الايدين جوا، بنلقي شوي على ميله، بنرجع على ميله ثانيه. بعطي يا سيريس لوك، يا عم بضحك يا عم ببتسم، حسب كل واحد وهو شو بيناسبه. مثل ما شفتوا بالجزء الاول يلي المفروض تكونوا حضرتوه، فهيدي هي بكل اختصار. الخامسة، البوز الخامسة واللي هي بالنسبة لي أنا واحدة من أهم البوزز. ليه؟ لأنه بحب استعملها كثير، بتعطي حركة حلوة بالصورة، بتعطي موفمنت، بتحكي شوي الصورة. وعلى فكرة هون على قصة تحكي، حاولوا عطول ضيفوا هيك حكاية للصورة. يعني أنتوا عم تاخذوا الصورة، إذا هو المكان كثير حلو
حاولوا خدوها كتير وايد لتفرجوا المكان. إذا لابسين شيء كتير حلو فوكسوا أكتر على هيدا الشيء اللي كتير حلو. فحسب عطوها هيك خلوها تحكي الصورة. فرضاً يمكن عملتوا صورة بالبيت لوك داون، حطوا كتاب قدامكم إنه أنت عم تقرأ كتاب، الكافي كاب، أمور من هالنوع. anyway بكفي هلا بالبوز الخامس يلي هو الwalking. so عادة شو بعمل أنا بس بدي أتصور؟ يا فيك تمشي مزبوط وتقله للمصور يضل يصورك، يعني أنا هلا بمشي وبرجع، برجع كمان بمشي وبرجع، أو فيك تصطنعها إذا بتقدر وتعمل بهذه الطريقة مثلا. اوكي توقف لتاخذ الصورة وما تعتل هم إذا حدك ناس ماشيين عم يطلعوا فيك، ما تعتل هم نهائيا، بالعكس هن غرانين إنه أنت عم تعرف تصور وإنه أنت صورك حتطلع رائعة. نرجع من كفي سو توقف بهالوضعية، فيك إيدك تكون بجيبتك مثلا، مش ضروري تطلع بالكاميرا، فيك تطلع محل تاني، يعني في عم بهذه الطريقة. وعندكن احتمالات مختلفة حسب كل واحد الانجل تبعيته. اذا عندكن شي شارع هيك مهضوم قدام البيت فيكن ان انتو عم تقطعوا الشارع، كتير حلوة هيدي الشوت، بتاخدوها هيك عن الجنب، يعني بتاخدوها بروفايل. كمان هيدا شي حلو فيكن تعملوه. وهيدي هي. شو؟ عجبكن؟ شو رأيكم بالفيديو؟ خبروني. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا مثل العادة بدي دعمكم، بدي دعمكم يا شباب، اضغطوا على زر الاشتراك لتشتركوا بالقناة. عنا مواضيع بننزلها أسبوعيا 2 فيديوز، وأيضا ما تنسوا تعملوا تضغطوا على زر الجرس، جرس هيدا البل تنتن كل ما ننزل أي شيء جديد، وأيضا ما تنسوا تعملوا تضغطوا على زر اللايك أو تكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا عندكم أي شيء عبالكم نحكي عنه مش موجود على القناة، مستعد طبعا نصور عنه موضوع. حبايبي انا بتشكركم كتير 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 على الدعم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو مثل ما قلت، وبشوفكم بحلقة جديدة بمواضيع تانية. ما تنسوا الجزء الثالث اللي حينزل يلي هو الخبطة الكبيرة، محضر لكم بريسيتس مجانية نحن مسويينها، حنعطيكم اياها وحنقلكم تفضلوا اعملوا صور ولا احلى من هيك لتنزل على الانستغرام، حينزل بأقرب وقت من الله راد الفيديو. stay tuned بشوفكم بحلقة جديدة، يلا باي.